اتفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولدي طارق تبقى غلطان. ربنا لو كاتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجة. كنت عارف انك هتقول كده. ربنا يبارك لك فيه. السلام عليكم. رايح فين؟ تعرف انت لو رجلك خطت عتبة الباب ده خطوة واحدة هيقتلوك. ما ياخد الروح الا اللي خالقها. تعال بس تعال. تعال اقعد وقول لي. انت رحت سرايت بور عليهم مال؟ رحت سرايت بور عليه؟ هم اللي خدوني. خدوك ليه؟ ما اقدرش اكشف سر حد. لو كان على السرقه احنا ندفع الديه. ما سرقتش! ما سرقتش! وبنت اخته ضريتها بحاجه؟ يعني ما قربتش عليه؟ مسيت البت يا شيخ خلف؟ البت زي ما كانت، زي ما دخلت عليها زي ما طلعت. أنا عايز أسمعها منك من غير لف ولا دوران. البت بك؟ العلم عند الله. يعني إيه؟ ما عملت لهاش حاجة؟ اطلق! اشتهيت. اشتهيتها من جواي. شيطانها غلبني.
هنعمل ايه في اللي احنا فيه يا برا؟ البنت بتموت مني. نبي ما تتأخر عليا، انا مش قادرة عليها لوحدي. الله يخليك. ماشي، ما انا جنبها اهو. لا اله الا الله. مع السلامة. وكانوا يتقون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. عايز الذهب اللي سرق منك. ها الذهب ايه؟ ما سرقش مني حاجه. انا قلت كده بس عشان انت عارف. خلاص خلاص، بس انا قلت ان ليا شروط. طب فهمنا الاول وبعدين اتشرط. في ذهب مدفون هدلكم على مكانه، كنز. فينه الكنز ده؟ مش هقول لك فينه الا لما توافقوا على شروطي. موافقين على كل شروطك؟ ده انت تؤمر، اتشرط زي ما انت عايز. نويت ادخل على بيت اختك الليله ان شاء الله على سنه الله ورسوله. انت تتجوز بنت اختي؟ انت؟ السلام عليكم يا مولانا. تعرفين مالك حدك كده؟ وضحكوا معاه، مالك في كيف؟ روح. تاني هام، الكنز ده هيتكسر. اه طبعا هيتقسم علينا احنا التلاتة، مش كده؟ لا، اعتبر نصيبي مهر بنت اختك. كنت ظلمك معايا، بس الجسمة هيبقى معاكوا شربات. شربات مين؟ في واحدة ست عايزة سيدنا بقى. خش يا شربات. سيدنا نفطر انا وشربات وبعدين نتكلم.